مباشرة من دبي مع مثل العادة سوسي وارتانيان لتحكينا عن فاشن ويكس 2020. سوسي صباح الخير. بونجور ميلاد، صباح النور. بتمنى يكون نهارك موفق، وبتمنى كمان تكون الأخبار يلي جايبتين لنا إياها فيها هيك شيء من الأمل، لأنه عم نحكي عن التغيير. قديه تغير الفاشن ويكس، تغيروا خلال هالعام بسبب جائحة كورونا وأيضا بسبب الأوضاع الاقتصادية يلي سببتها هالأزمة. طبعا ميلاد، الكورونا طبعا فرض واقع جديد على كل الصناعات وخاصة صناعة الأزياء. يعني هذه لأول مرة من سنين نشهد في تغييرات جذرية بأسابيع الموضة، من تعديل للجدول، من إلغاء بعض دور الأزياء الكبيرة من أنها تكون تدخل بالفاشن ويكس والعروض الأزياء، من الانتقال إلى الأونلاين بلاتفورمز الإي كوميرس، من تخفيض المحلات الفيزيكال ستورز. طبعا الكورونا يعني بعتقد من طبعا في كثير قطاعات تاثرت ميلاد، بس بعتقد الازياء، صناعه الازياء او الموضه كانت من اكثر المتاثرين. يعني اذا بنشوف هذه السنه لاول مره بجولاي راح يتحول الفاشن ويك تبع باريس وايطاليا لعرض ازياء افتراضي. يعني حيكون في عنا عرض ازياء ببلش ب 6 جولاي، ببلش بباريس طبعا مع تغيير بالمواعيد ميلاد، وفي كثير من البراندز ما راح يدخلوا على، ما راح يشاركوا بالاسابيع الموضه، وبلس في كمان براندز ثانيين قرروا انه هم بدل ما يكون في يشتركوا بخمس مواسم راح يعملوا كولكشن لموسم واحد او لموسمين ماكسيموم. فمثل ما بنشوف هلا بعد اسبوع تقريبا راح يكون في عنا الفاشن ويك بميلان وب فرنسا، راح يكون كمان بواقع بطريقه افتراضيه، راح تعمل دور الازياء فيديوز او صور وتنشرها على منصاتها الخاصه اللي هي السوشيال ميديا والويب سايتس وغيرها. يعني سوسي، وكانك اشرتي انه التحدي هو تحديين، تحدي الافتراضي، الواقع الافتراضي، يعني وهون عدم التفاعل مع الجمهور، التحدي الثاني هو تحدي اقتصادي، لما اشرتي انه في بعض دور الازياء يمكن لأنه اقتصاديا والكلفة ما عم بيقدموا مزبوط، ويعني قدرة الشراء عند الناس وغيرها، صحيح؟ مزبوط ميلاد، بس هذا الموضوع مثل ما بيقولوا كثير خيط رفيع بين انه هل فعلا الأزمة، طبعا هي أثرت على الواقع بشكل، يعني مثل ما حكينا قبل على واقع كثير من المجالات، بس الموضة تحديدا في تقريبا انقسام. يعني إذا بنشوف مثلا، إذا نحكي عن الهاي اند اللكجري براندز، صحيح تأثروا نوعا ما، بس بعدنا عم نشوف في إقبال كبير على الشراء. يعني تخيل ميلاد بالصين بعد ما فتح، بعد ما يعني أعلن افتتاح المحلات بعد أزمة الكورونا، إرماس عملت 2.6 مليون بـ 1 داي. تخيل عملت ربح مبيعات بيوم واحد بالصين ب 2.6. انا الرقم كنت عم بقراه، عم برجع اتاكد انه هالرقم مظبوط. بتعرف بنحكي ارقام بنقول يمكن تكون صح، عم بتاكد انه عملوا بيوم واحد 2.6 مليون. هلا اللي صار انه البراندات، عم بقول لك، انقسموا لاثنين ميلاد. الهاي اند براندز كان عندهم سياسه مختلفه، منها زياده تقريبا 7 او 8% من الاسعار. يعني اذا بنشوف، ما بدي اسمي البراندز، في كثير براند زادت من اسعارها، صحيح عم بيحاولوا بطريقه ما يعملوا برايفت سيلز ويعملوا سيلز، بس ستيل في عم بيقدروا يعوضوا الخساره بطريقه ثانيه. هلا في عندك البراندز اللي هي ميديوم براندز، اللي هي قال مثل زارا وغيرهم وغيرهم، هول بالنسبة لهم كان أفضل إنه يلتجئوا للأونلاين، للإي كوميرس، ويخففوا الفيزيكال ستورز. يعني زارا مثلا بأستراليا، يعني أعلنوا مش من زمان إنه يسكروا 1200 محل. علما ميلاد إنه مش معناتها زارا ما عملوا منيح بالوقت الكورونا، بالعكس، يعني الميديوم براندز كان الديماند عندهم بي وقت الكورونا أكثر من الهاي اند براند، بس ستيل قرروا إنه يسكروا محلات. أما بالنسبة للهاي اند براندز، لا، بفضلوا دائما، أكيد رح يصير في تقليص لعدد المحلات، بس بفضلوا دائما إنه يكونوا موجودين على الأرض كرمال البرستيج، لأنه بيقولوا إنه هن ممكن يعطوا الزبون الروح، يعني
يفرجوه روح البراند الدي ان اي تبع البراند من خلال زياره المحلات الموجوده. لانه يمكن جزء كثير مهم من التسويق هو الاكسبيرينس او الخبره يلي بياخذها الزبون من فوته على المحل الى خروجه. سوسي اكيد يلي اشرتي له كثير واقعي، لانه اليوم في ارقام صادمه على انه ملايين من الوظائف ستفقد هلا بسبب كورونا، ومن بينها يعني تم اشاره على كل يعني المحلات التجاريه خاصه يعني الموظفين اللي يكونوا عم يستقبلوا الزبائن ويقدموا لهم خدمات. كخبيره بالميديا، لان عم نحكي عن الفاشن ويك، كيف بتشوفي تاثير هالمرحله على الاتي بعالم الازياء، على المصممين؟ يعني شو هي الملامح، اي ملامح مرسومه للمرحله اللي جايه؟ وعرفت انه كمان في فيديو بدك تفرجينا اياه، صح؟ يس مظبوط. ميلاد، اذا بدي اقول لك على شو بننتظر صراحه، حتى هن صناع الموضه والازياء ما بيعرفوا، ما في بعد ملامح واضحه. يعني حتى مثلا هلا الاتحاد الازياء الفرنسيه اعلن بسبتمبر انه رح يعمل الفاشن شو تبع باريس الفاشن ويك، رح يعملوه بسبتمبر، مش افتراضي، رح يكون واقعي، رح يحاولوا ياخذوا سبيسز كبيره ويكون في ناس طبعا اقل. فتخيل بعد البراندز مش عارفين، في ناس بيقول لك بدي شارك، عندك ايف سان لوران قالوا نحن ما رح نشارك، بتعرف سان لوران هي براند فرنسيه، يعني هي الروح تبع البلد، صحيح. ما رح يشاركوا، فهون في تخبط لقلك انه رح يرتسم المسار الصحيح، بعدهم هن ما بيعرفوا، وخاصة إذا بتشوف أول ما صارت جائحة الكورونا قديش في الفاشن اندستري تبرعت للكورونا، خاصة بفرنسا وبإيطاليا، فكانوا عم بيحاولوا يرسموا صورة، يوجهوا رسالة مثل ما بيقولوا، إنه هي الموضة مش بس إنه نحن نلبس ونصرف مصاري، إنه نحن يكون عندنا كمان رسالة، كمان هيك حاولوا تأثير من المستشفيات. هلا الواقع هو طبعا في ناس حتخسر وظيفة وأوريدي خسرت، يعني أنا إذا بدي أحكي عن دبي أو عن الفاشن اللوكجري اللي نحن واقع عم نشوفهم، طبعا في ناس خسرت وظيفها، مثل ما قلنا في محلات حتسكر، حتكون تتجه مور للأونلاين، لأنه الإي كوميرس أخف تكاليف ميلاد، وبلس إنه مثل ما قلت كان في تقريبا 5 كولكشن كل براند تعمل بالسنة، هلا في منهم قالوا رح يعملوا واحد كولكشن وحدة أو اثنين، أو حتى بالفاشن شوز رح يدمجوا الرجال والنساء، عادة كان في فاشن ويك للرجال لحاله وفاشن ويك للنساء، عم بيحاولوا كمان هلا انه يدمجوا مع بعض العرضين. فانا اللي بدي كنت فرجيك اياه الفيديو هو كان لشانيل كروز اللي هو المفروض كان ينعمل بكابري، هيدا حبيت فرجيكم بس الفيديو الافتراضي، كان هيدا شانيل، يعني بتعرف شانيل براند عريقه جدا، دار كثير عريقه، فهن قرروا اول من كان عندهم مثل ما بيقولوا القلب القوي انه يعمل كروز تبعهم اللي هو للرحلات، يعني فاشن شو، فكرمال هيك عم بقول لك في 7-8 فاشن شوز بالسنه بيكونوا ميلاد منهم الرحلات بري، يعني ما قبل الخريف والصيف، هيدا فشانيل كانوا اول ما عملوا الفاشن شو تبعهم كان المفروض ينعمل بكابري، بس رجعوا عملوه بطريقه افتراضيه. يلا خلينا نشوف، يلا بنشوفه، يلا فينا نقولوا ميلاد انه كان في انتقاد. سوسي كنت فكره عم بتقوليها قطعتك فيها لوصل لا الفيديو. لا كنت عم بقول يعني مثل ما قلنا انه شانيل كان هن اول ما كان عندهم عملوا خطوه انه يعملوا فاشن شو افتراضي، بس كمان بنفس الوقت صار في انتقادات كثير انه ما يعني الكلاينتس تبعهم حسوا انه هن ما قادرين يكون عندهم هذا التواصل مع البراند، ولما يعملوا الفاشن ويكس ميلاد ما بيعملوا بس كرمال، انت عم تحكي ب10 دقائق بكلفهم ملايين الدولارات، يعني ما بيعملوا بس مجرد انه هن بدهم يكونوا موجودين بالفاشن ويكس، في تبع التجزئه الريتيل بيكونوا موجودين، في بيك سيلبرتيز بيكونوا الكلاينتس تبعهم المهمه اللي بيشتروا بملايين الدولارات، فهون بنشوف شانيل كيف مضطرين كانوا يعملوا هذا الشو الافتراضي، بس طبعا صار في كثير انتقادات عليه، انه هلا طبيعي بده يصير هيك لانه هذا واقع انفرض عليهم 100%. فكان المصممين عليهم يفكروا بطريقه، حتى بيقولوا لك شانيل انه اضطروا انه يستعملوا الاقمشه اللي هي اوريدي موجوده عندهم، ما تنسى انه الصين هلا هي اكثر شيء عم بتصنع، يعني حتى اللكجري براند كل التصنيع هو بالصين، فوقت جائحه كورونا تسكرت بتعرف كل اللي صار. اكيد اكيد فطبعا فحتى قالوا انه نحن استعملنا الاقمشه اللي عندنا، فاذا نرجع نقول على الواقع الانفرض طبعا يعني في تغييرات كثير. نعم سوسي خلص وقتنا، وبدي اليوم عم نحكي كنا عن الاناقه، هي دعوه لاشكرك على اناقتك بالتحليل
واتمنى لك من جديد يوم موفق، ونتمنى كمان نشوفك باوقات ثانيه وبمواضيع جديده. شكرا لك. ممنونك. شكرا. فت بيت وتمارين جديده مع كوتش إلي غميقة.